الحاج صلاح سالم، يعني لو في البداية كده، طبعا مصر كلها عارفة قصة جنى، مصر كلها متعاطفة مع جنى اللي اغتصبها وحش آدمي، والمفارقة ان هو جاركو، يعني تعرفوه كده. لو حضرتك بس في البداية تقول لي اللي حصل، يعني الواقع، انت يعني ما اتكلمتش قبل كده، فقول لي الواقع من وجهة نظرك او شفتها ازاي. الواقع ان انا كنت بصلي طبعا، وكنا في صلاة الجمعة، وطلعت انا بيني وبين بيتهم شويه، فلقيت طبعا بنطلع من صلاه الجمعه نتغدى، قعدنا حتى الغدا ورايحين نتغدى، لسه باكل اول حنك والله. وبعدين كنت ادور لقيت التليفون بيضرب، بشوف مين، لقيتها بنتي ومنهاره وتقول الحقني انا رايح المركز. المهم قمت سايم الاكل وقام جاري، رحت على البيت، لقيت واحد قريبنا ابن اخونا برضه معاه عربيه ملاكي، راح لها قبل مني وبركبه، ايه ركبوا، ايه المهم واقفين، قال تعالى اركب اركب، ركبت ايه يا عم، فقالوا لي ده الواد فلان، الواد ابراهيم ده إيه ابن محمود، خطف البت دي عورها. انا حطيت في اعتباري ان عورها اتخبطت في السلم، اتخبطت في الارض، ده يعني ما فيش في دماغي عيله سنه ونص ان عيل ان واحده، اما دي حاجه مش في دماغي خالص. فطبعا ركبت معاهم ومشينا، واحنا في الطريق بقول لهم ايه يعني اللي متعور في البت ديت، انا شايف وشها سليم اهو، شويه فرهضه في وشها وكلام من ده، بس ما فيش تعور في وشها. قالوا ده الواد دي معورها من تحت. قلت لهم طيب، فاحنا قلت لهم طيب كده بقى نطلع الاول على المباحث، نبلغ المباحث الاول بالواقعه بسرعه، وعشان وبعدين نخش على المستشفى. انا بس عايز اسالك على حاجه يا حاج صلاح، يعني انتوا المسافه بين بيت جنى وبين بيت المتهم مسافه قليله جدا، مسافه قريبه جدا، عايز اعرف انتوا علاقتكم ايه بالمتهم؟ ولا اي حاجه، راجل يعني عادي، احنا كل واحد في طريقه وهو عادي بيشتغل، يعني بقول لك ما فيش الا ان كان يوميه يشتغلها، ومتسول نجيه في جيبه جنيه يقعد لما يصرفه، ويقعد ياكل في الدار ويشرب في الدار كده عند ابوه مع ابوه وخلاص، والجنيه اللي يجيبه يصرفه. يعني ما سبقش بينكم اي مشاكل؟ هل القصه دي دفعها الانتقام مثلا؟ ده احنا ولا الهوا، ده احنا حتى لما غلبانه عملنا هنا نقطه تجميع زباله، جبنا ابوه شغلناه فيها بالشهر على حساب البلد، كل بيت يدفع 10 جنيه كده، وشغلنا ابوه وقلنا يشتغل عشان يرزق يعني. اما الايه دوافعه؟ طيب يعني بالنسبه لك انت شايف الموضوع ازاي؟ عمل كده ليه؟ اللي هو ده حداه شذوذ جنسي، وله مشاكل قبل كده، له مشاكل قبل كده، وضارب عيل في البلد عندهم وموته، وطبعا اتحكم عليه ب 15 سنه. ابوها جرى على قرايب الولد وعمل محضر صلح معاهم، وتنازل عن الارض والبيت بتوعهم في متزنقر، فلما عمل تنازل وكلام ده الواد خد 7 سنين وطلع من السجن. طبعا جه اشترى حته اراض جنب يمنه وبينا فيه، لما بينا بقى قاعد جنبنا بقاله كل ما ده حوالي 6 سنين 7 سنين. لو حضرتك برضو حاج صلاح تقول لي ايه مطالبكم، انتوا عايزين ايه؟ احنا مطالبنا ان ده يتعدم ويكون في ميدان عام ونشوفه كلنا، لان دي يعني الاعدام قليل عليه. مشاهدينا كمان معانا الشاهده الاولى في قضية اغتصاب الطفلة جنى، اللي شافت الواقعة من فوق سطح بيتها وبلغت عنها وما سكتتش لحد ما المتهم تم القبض عليه. يعني لو حضرتك تعرفينا بنفسك في البداية. رجاء عن شفتي ايه حاجة رجاء؟ يعني لو احكي لي كده كنت بتعملي ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كنت على السطح وقت صلاة الجمعة، فبصيت لقيت ابراهيم شايل طفلة صغيرة وخشش بها اوضة متصورة حواليها كده. ابراهيم ده المتهم؟ اه. وبعد شويه، بعد 5 دقايق كده، خرج وصاب الطفله جوه الاوضه، فلقيت البنت بتصرخ بجد، انا قلت ده بنت اخوه. وبعد شويه مامته جت شالت الطفله وخشت بها بيته، فاني نزلت بسرعه ناديت على جارتي وقلت لها ده حصل كذا كذا، تعرفيش بنت مين؟ قالت لي لا. فقلت لها، فاحنا قاعدين نتكلم لقينا مامه الطفله بتدور عليه، فقمت قايله لها تبقى هي اللي عند ام ابراهيم. قمنا داخلين عند ام ابراهيم، هات البنت اللي عندك، قامت قايله لي ما عنديش بنات، هات البنت اللي عندك، قالت ما فيش عيال، ما خدتش عيال. قلت لها انت شايلاه الوقت اهو، دخل للبيت هات البنت، وزقنا الباب وخشنا جبنا البنت. حالتها كانت ايه بقى لما دخلتي عليها؟ البنت غرقانه في دمها بصراحه، بقيت مذهول، قعدت ازعق ومامتها خدتها ومشت. رحنا عند البيت، قلت لها قلعنا البيت المنطلون، قعدنا نغسل لها بهدله يعني، قال ايه بس ربنا ينتقم منه، دمر عيله زي دي طفله.
ذنبها ايه؟ انت واجهتي المتهم في النيابة. واجهت ايه اللي حصل بقى في الواقعة دي؟ لا هو وكيل النيابة جابه قال لي هو ده، قلت له اي هو ده، فقال له انت معترف باللي عملته؟ قال له معترف، وقال له ابصم على انبصم على كلامه وخلاص، واكد نفس كلامك نفس الروايه. اه انت تعرفي عنه ايه؟ طيب بصراحه منهم مش من البلد، فما ما بحتكش بهم قوي، انا يعني ما بحتكش بالناس قوي. يعني تعتقدي ايه اللي خلاه يعمل كده؟ مش عارف بصراحه، مش عارفه ده ايه ده بالظبط يعني. طب انتوا دلوقتي في البلد يعني، وانت بينك وبين المكان اللي حصلت فيه الجريمه زي ما بتقولي 300 متر، خايفين؟ قاعدين خايفين دلوقتي؟ مرعوبين مرعوبين، ولادي مرعوب وخايفين. ده عندي بنت عندها 13 سنه بتخاف، تقول انا خايفه ما تسيبنيش وتمشي في اي مكان. 13 سنه يعني كبيره مش صغيره، بس خايفه مرعوب على حاجه زي دي تحصل في بلد ارياف برضو، بس بشعه، عامله بشعه دي.